مدينة بصرة هي واحدة من المناطق الأثرية يلي بتجمع عدد حضارات متعاقبة. الأثار الإسلامية والمسيحية حاضرة وبقوة بهالمدينة، ومن أهم الآثار المسيحية فيها كنيسة الكاتدرائية يلي فيها أول قبة بعالم البناء المسيحي. بيرجع تاريخ بناء الكنيسة لسنة 512-513 ميلادي، وهي بناء مهم من الناحية المعمارية لأنه كان أول بناء مسيحي تظهر فيه القبة، رغم أنه حالياً مو مبين من البناء غير بقايا الحيطان الخارجية والمذبح. طول الكاتدرائية 51 متر وعرضها 37 متر، وهي موقوفة للقديسين سيرجيوس باخوس تيونتوس، وبناها الأسقف جوليانوس المشهور بإخلاصه وأمانته وشجاعته وجرأته على قول الحق، ومشان هيك واجه كتير من المتاعب والنفى من بصرة بنفس السنة يلي انفتحت فيها الكاتدرائية. وبسبب انه هالكنيسة بتتميز بطراز رفيع من الفن المعماري، شيد الامبراطور جوستينيان كاتدرائية آيا صوفيا باسطنبول تركيا، وكنيسة رافينا بإيطاليا، وكمان كنيسة الرصافة على نمط نفس الكاتدرائية يلي ببصرة، وتزينت مثلها من جوا ومن برا بمحاريب، وعلى حيطانها من جوا في صور ملونة بتمثل رسوم للسيدة العذراء والقديسين، وكان فيها عدة أبواب وشبابيك ومحاريب بيحطوا فيها التماثيل. أما القبة بكنيسة الكاتدرائية ببصرة الشام فمثل ما قلت لكم هي أول قبة بعالم البناء المسيحي، وكانت مطلية ومرسومة ومغطاية بالمرمر وقائمة على 8 أعمدة، بس للأسف هالأعمدة ما كانت قوية ومتينة بما يكفي لتحمل الكاتدرائية زمن طويل كتير، مشان هيك وقعت هي الأعمدة مع معظم أجزاء الكاتدرائية وما ضل منها غير شوية زخارف وبقايا من الرسومات يلي كانت على الحيطان الداخلية وقسم من الزاوية الشمالية الغربية للحيط الخارجي مع الزخارف والمحراب. هي كانت لمحة سريعة عن كاتدرائية بصرة بمدينة بصرة الشام وأهميتها التاريخية والدينية والمعمارية. إذا بتعرفوا معلومات تانية عن هالمعلم المهم لا تنسوا تشاركونا إياها. سلام.